مرحبا. اليوم بدي ارجيكم جيم اسمه Glass Masquerade Illusions. طبعا هذا الجزء الثاني من Glass Masquerade. الجزء الاول تقريبا هو نفس الجيم بس انه بشكل جديد. هني بفرجيكم شوي. حاعمل continue. انت في قصه، بس القصه هيك عايمه مو مهمه كثير. الفكره انه انت بدك تروح عندك هذا العالم اللي هو عالم الزجاج المدري شو، وبدك تحل الالغاز تمام لحتى هذا هي لعبه بازلز. تعرفوا هيك بتاخذ قطع بتركبها، فعليا هي. راح اجي هون مثلا واعمل بلاي ورجيكم شو حنعمل. حيكون عندك قطع هون ازاز وبدنا نرجع نركبهم. فمثلا احلى شيء الحمر هدول بتبلش فيهم بيدلوك بسرعه وين تروح، فهدول دائما بتبلش فيهم بيحطوا لك اياهم بتشبكهم على هدول الزوايا وبتركبهم وبتثبت امورك تمام. فهلا هاي مثلا هون، هاي هون، هاي هون، وهي هون، وهي هون. هلا البقايا بقى بدنا نركبهم بطريقه انه نستفيد ونكمل الصوره اللي موجوده. ماشي. كيف بدك تبلش؟ فعليا احلى شيء، احسن شيء تعمله هو انك تاخذ هدول القطع الكبار وتحاول تركبهم. اللي هن مو كبار، القطع اللي لهم جهه بتكون ملسه تمام. فمثلا هاي القطعه تاخذها بتشوف مثلا ممكن تركب شيء محل هون، لا معناتها هاي ما حتفيدنا. ممكن نشوف اذا في قطعه من هون بتركب وهكذا. حتبلش بقى شو تركب شوي شوي القطع اللي موجوده عندك وتركب منها الصوره تخلصها. ماشي. هلا هاي مثلا ممكن تكون هون بس ما بظن. لا ناخذ هاي نشوف شو وضعها. هاي الصوره لا ممكن تكون هون ولا هون ولا هون ولا هون. لا وين في عندنا جهه فيها املس؟ هاي فيها املس، ممكن تكون هون ما ظنيت. ما شكلها، شكلها هون هي الجهة. والله ركبت هون عن جد. طيب هلا كمان من شكل الصورة ممكن تحزر، عرفتوا كيف؟ فممكن تركبها مثلا وتحزر شوي انه وين ممكن تكون موجودة. طيب هاي القطعة حتكون هون اوكي وهكذا. هاي قطعة مثلا حنشوف وين بدها تروح، على الاغلب حتكون تحت وعلى الاغلب حتركب هون. ليش؟ كان في هذا السن هون صغير موجود بيركب بهاي المكان وهكذا. في شوي شوي انت حتفك اللغز وحتركب القطعه. في ستوري، ستوري كتير سطحيه يعني ما فيها الستوري الفظيع، بس هي اللعبه كتير رواق معموله بشكل انه انت ما تفكر، مو ما تفكر، انك ما تعصب، عرفتوا كيف؟ عم تلعب مشان تروق. طيب هنحط هاي هيك، وين نروح بهاد؟ هاد ممكن يكون هون مكانه، ممكن بس مو اكيد. هون. حلو. هاي بقيه التنين شكله بيركب بهي الجهه بس انا ماني متاكد الصراحه فما بعرف. بلا ما نفتي خلينا نشيله برا. هاي على الاغلب هون، شايفين هاي الورده هون ركبت. طيب هلا هاي التنين عينه ما بعرف وين بدها تركب. المفروض هون لا، ممكن نحطه هون لا، ممكن نحطه هون لا، ما عجبتني. اللي بعده هذا الشيء حيكون هون بس ما بنعرف لسه. ناخذ غيره. هاي ممكن نركبها وين؟ لا هاي ناخذ هاي وين؟ لا خلينا نغير شيء هون. هاي القطعه مثلا، هاي القطعه هون تمام. هاي رجلين تحت عم تركب شوي شوي، ممكن يكون له ايد شابكه بشي محل. شكله هون في تنين يبدو ذلك. طيب هات هاي القطعه طال عمركم ممكن نحطها هون حتشبك على هاي. شايفين في لسنه هون. طيب هاي المفروض اذا طلعنا عليها هيك ما بظن، ما بعرف. طيب هذا الشيء ممكن يركب هون؟ لا والله ممكن هون. يس اوكي. فشوي شوي عم نركب الازازه ونطلعها. بس هذه هي الجيم بكل بساطه. هلا انت حتجيب مفاتيح، هي المفاتيح حتخليك تفتح المشنز اللي بعدها. شوي شوي حتكبر الحلقه تبعت شو المشنز اللي فيك تخلصها وتخلص مشنز اكثر. طيب هات لك هذا شو. هاي يبدو انه
يبدو أنه ولا محل. طيب هاي وين؟ هاي هون، هاي هون. معقول؟ لا، هاي الطويلة شكلها بتركب على هاي. هاي شكلها ما بعرف تركب على هاي. ايوه هاي هتركب هون. هاي هتركب هون 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 هون. لا ولا شيء. هاي هون؟ لا اتلالك. هاي وين؟ هاي هون. طيب اللي بعدها هاي طويلة، فالمفروض حتسع هون فوق، المفروض حتسع بهذا المكان بالضبط. حلو، هاي شو وضعها؟ هاي القطعة كبيرة شوي، حتركب هون. شايفين؟ فهذه الصورة هون عم تكتمل شوي شوي. طيب ناخذ هاد. وين نحطه هاد؟ سنضعه ها هنا أم ها هنا أم ها هنا؟ ولا مكان من هؤلاء. هذا هون صحيح. طيب هات لك هاي شو؟ هاي هون. هاي شو؟ هاي هون. هاي شو؟ أوب سوري، وقف وقف بس خلص. أوكي هاي شو؟ هاي هون. هاي هون. هاي هون. شايفين؟ فشوي شوي الصورة عم تكتمل. أوكي هذا وين؟ هذا يبدو هيك، يبدو إنه فوق هون. ليك الحشرة تبع العجيبة. طب هذا الشكل وين موجود؟ هذا الشكل موجود هون. هذا الشكل وين موجود؟ الشكل هاد إذا ما لي غلطان مفروض يكون هون بشي محل، بس يمكن يكون غلطان، على الأغلب غلطان. هذا هيك هون، هذا هيك هون. لا لا هذا كيف؟ هذا وين؟ لا هاي، هاي شكلها فوق بس مو شرط، ممكن تكون خادعتنا. هاي وين حتركب؟ في الأسنان، أسنانها هون كأنه، ما كأنه هاي هيك. لا غريب، غريب جدا. لا خليها برا شوي. هات هاي، هاي حتركب هون. كتير منيح. هاي هذا الشيء غريب الشكل، المفروض حيركب هون. طيب هاي القطعة هون، وهي القطعة هون فوق. غريب، معقول في شيء هون لازم نعمله يعني؟ لا لا ليك هاي. حلو، وبعدين هاد اللي ما كنت عارفان وين بده ينزل، المفروض انه ينزل هون. هاي الشقفة وينها؟ ليكا. هاي الشقفة وينها؟ هاي الشقفة هون. نطلع فوق. هاي الشقفة وين؟ الشقفة يعني القطعة اللي ما بيعرفوا شامي. طيب هاي هون، هاي هيك، هاي هيك، وهي هيك، وهي هيك، وهي هيك، وهيك خلصنا. طلع قطة مو تنين، بس مو مشكلة. وهون بيحكوا لك هيك قصة يعني: One man deceives himself, another deceives others, and each is willing to flee, although few desire to be lost. وهون قديش أخذت وقت، وهون قديش كانت الصعوبة. وهيك أنت بتلم المفتاح، هون حيعطيك المفتاح هاد، حيقول لك أوكي هاي المفتاح ستة، تمام؟ وحيفتح لك مكان جديد. طبعا هون كمان فيك تشوف المفاتيح طبعا مشان تقرا الهي، او فيك تفوت عليها وتشوف شكلها للقطعه اذا انت حابب. ماشي؟ ايه بس هي جلاس ماسكريد. بكل بساطه جيم كتير رواء، هي 10 دقائق او 9 دقائق عملت واحده، ففيك تفوت تكبس هيك بسرعه وتروق يعني، لانه مع الموسيقى هيك خفيفه والجرافيكس حلوه وكذا، فالجيم يعني نايس ظريف. المهم شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. نشوفكم بعدين، سلام.